الصحفيين المحترمين جدا من المغرب، الاستاذ عبد الحميد بن يحيى. استاذ عبد الحميد، برحب بحضرتك. اهلا استاذ، صباح الخير، مرحبا. تحياتي لحضرتك على شاشه النادي الاهلي. عايزين حضرتك تنقل لنا الصوره، الصحف المغربيه بتتكلم ازاي على المباراه النهائيه ما بين فرقتين كبار، فريق النادي الاهلي وفريق الوداد المغربي. إذا بداية أستاذ، أنا أحييك وأحيي جميع المصريين المتابعين لقناة الأهلي، لها صدى كبير هنا في المغرب ومتابعة كبيرة بطبيعة الحال. هي تمثل نادي كبير وعظيم سيواجه فريق الوداد البيضاوي يعني يوم السبت إن شاء الله، ومتابعين لأخبار النادي الأهلي عبر هذه القناة. بالنسبة لمباراة يوم السبت، الصحافة المغربية ربما وجهت بوصلتها خلال الأسبوع بأكمله مباراة مهمة جدا التي ستجمع إن شاء الله بين الفريقين الاهلي والوداد البيضاوي. بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، ربما الصحافه المغربيه كلها تجمع على ان المباراه لن تكون سهله. اولا لاننا نواجه فريق عتيد، فريق فاز بثمان كؤوس في هذه البطوله، فريق وصل الى نهائي هذه البطوله 11 مره، يعني صعب ان نقارن ربما بين تاريخي الفريقين. حتى فريق الوداد البيضاوي ربما هذه المرة الثانية التي يصل فيها إلى النهائي، ربما وصل قبل ذلك وفاز بالبطولة، هذه المرة الثالثة عفوا، وصل إلى النهائي مع الترجي الرياضي في عام 2011 ولم يستطع الفوز باللقب. اليوم بعد وصوله إلى مباراة النصف النهائية العام الماضي لم يحقق المرجو طبعا، وهو اليوم يبحث عن الفوز ربما بهذه اللقب، بهذا اللقب الغالي. الجماهير المغربيه عموما والصحافه ايضا ترى بان المباراه صعبه من دور ان فريق الاهلي وصل الى النهائي بفوز تاريخي بسداسيه على فريق النجم الساحلي السداسي، لكن في المقابل المغاربه يرون بانه لم يفز فريق الاهلي بتلك القوه والشراسه التي كان من المفترض ان يفوز بها فريق عتيد وقوي مثل الاهلي، نظرا لضعف، ربما كلنا راينا ضعف في دفاعات فريق النجم الساحلي، وهو ما لم يحصل اعتقد انا شخصيا في مباراه النهائي مع الوداد البيضاوي. تمام. حضرتك يعني بخليني، حضرتك قلت حاجه حلوه قوي عجبتني. دايما الاشقاء واحنا بنتعامل مع بعض، قلت لي فريق النادي الاهلي فريق عتيد، فريق قوي وحافظ قد ايه فاز البطوله، وهي دي العلاقه في كره القدم اللي بنتكلم عنها. انا بحييك على الكلام ده، واحنا كمان كقناه النادي الاهلي قناه رسميه تتكلم باسم الاهلي، بنحترم يعني كرأي او شيء من هذا القبيل. هو التاريخ موضوع الكل يعلم هذا التاريخ. اللي انا عايز اقوله كمان، وخليني عشان الاعلام دايما لازم ينقل الصوره الطيبه اللي تقلل من عصبيه، انت عارف كره القدم جزء منها بيبقى فيه بعض العصبيه وكل واحد بينتمي لفريقه، لكن كمان احنا بنحترم فريق الوداد وبنحترم مدربه وبنحترم اللاعبين، وانا اعلم فريق الوداد عنده تاريخ كبير جدا جدا في المغرب. اللي انا عايز اعرفه من حضرتك، حضرتك قلت لي النجم الساحلي ما كانش ظاهر في المباراه بشكل لائق دفاعيا، وقلت لي ان كمان فريق الوداد اكيد تابع المباراه ومش هيكون بنفس الشراسه او بنفس الضعف، خلينا نقول، في اللي ظهر بيه دفاعات النجم الساحلي. حضرتك اكيد بتتواصل مع الجهاز الفني وتصريحات الجهاز الفني في الاعلام في المغرب قبل ما الفرقه توصل هنا، قالوا ايه عن المباراه؟ هو كانت تصريحات ربما مهمه من الاخيره، خصوصا بعد مباراه اتحاد العاصمه، ولم يفلح في بعض التصريحات المدرب عموسة عندما ربما قلل من شان بعض المدافعين خصوصا في الجهه اليمنى واليسرى، وربما انتقدها بشكل كبير، خصوصا يعني نصير قال بانه يعني يوجد فراغ كبير في هذه المنطقه الجهه اليمنى لفريق الوداد البيضاوي. لكن بالمقابل يرى بانه فريق الاهلي لديه جميع الوسائل حتى ربما يكون في مباراه اصعب بكثير من مباراه اتحاد العاصمه، وهذا ربما يجني عليه الجميع. البعثه جايه امتى ان شاء الله؟ البعثه انطلقت اليوم.
ستكون ان شاء الله في في, في على بعد 5 ساعات تقريبا الى القاهره وبعدها الى الاسكندريه ان شاء الله. في غيابات فريق الوداد، لعيبه مؤثره، لعيبه مهمه. هو فقط في الجانب الدفاعي كان طرد لأمين عطوشي، وايضا اكتاو لم يكون حاضرا. ربما هذين الغيابين فقط في صفوف الوداد البيضاوي. استاذ عبد الحميد بن يحيى الصحفي المغربي، انا بشكر حضرتك جدا جدا على كلامك الرائع عن النادي الاهلي، وهي دي الروح والرياضه بتقرب الناس ما بتفرقهمش ابدا، وبيتكلم عن النادي الاهلي بالشكل ده حاجه محترمه جدا.